أنا وإنت رفاق الدرب يا بلاي يا بدي كون ملك الحب يا بلاي. الحلو في الشارة هاي إنه كتير بتمثل أو كتير تشبه أحداث المسلسل، واللي بيسمع الشارة قبل ما يحضر المسلسل يعني راح يفهم تقريبا هيك صورة تقريبا مصغرة عن أحداث المسلسل راح تكون. فزي ما قلت لك مها الحموي هي من مدينة السلمية من محافظة حما. بما أنه عم نحكي في الموسيقى، فالعتابة كتير ناس منا بسمعها بأصوات مثل ملحم زين، مثل معين شريف، مثل هادي خليل. يعني بتحس انه دائما بيلبق هيك للصوت الرجل الجبلي. صحيح. بس المعلومات اللي انا هيك وصلت لها من خلال بحث انه مثلا من اوائل الفنانات او المطربات اللي غنوا العتابة والميشنة هي والدة الفنان فريد الأطرش الأميرة علياء المنذر في اوائل سنوات العشرين. فكان جدير انه الواحد هيك يبحث شوي في الارشيف الموسيقي. باب الحارة، لأنه الشارة ما واكبتش أحداث المسلسل صار في حتى ملل معين. طبعا يعني احنا بنحكي على أكثر من 13 جزء. صحيح. يعني 13 كل سنة تسمع نفس الفنانين تغيروا، المخرج تغير، شركة الإنتاج تغيرت، ما كانش في مواكبة للأحداث اللي كانت، وصلوا لمرحلة ما كانش في مواكبة. بينما مثلا ضيعة ضايعة غدروا من خلال جزئين بس يعملوا انه الشارة تكون كتير بتشبه احداث الضيعة، وعلى الحنين للماضي وحنين لاجواء الضيعة. فهذا كان كتير هيك مهم. يا ضيعة مبعوفك يوم